بديت فيها من الصف الثالث. بديت فيها من الصف الثاني. انت تعلمتها ولا بروحك بروحها جدتك؟ لا قاربي كان ديما يحكوا لي عليها، كان عندهم صغار يقروا في الماكس مايند، كان ديما يحكوا لنا على الماكس مايند كيف تكون اسرع من الاله الحاسبه وتطور، قصدي يبدا عندك الرياضيات سهل. فعجبني عجبتني فكرة هي وبحثنا عليها وسجلنا، بدينا نقرأ في المستويات بتاعها ومشيت عليها خير. بقى قلت لي انت معناها من صف ثاني؟ من صف الثالث. صف ثالث؟ ايه ثالث. بقى وقلت انت ولاد عمك احكولك، ايه وانت كنت تقعد معاهم وانت في السن هذيك؟ كبار في السن هم؟ كانوا ندادي انا. ندادك انت؟ ايه. واصريت بروحك بينك وبين نفسك انك انت تتعلمها؟ بيش من اول مره، كانوا ديما يحكوا لي عليها با، وكانوا كل مره يحكوا لي في ميزه عليها با، فعجبتني الفكره وحكيت عليها لاهلي لوالدك وعائلتك. شن قال لك بوك؟ عجبتهم الفكره حتى هم. حتى هم ايه من البدايه. كيف تعلمتها ترى؟ كيف بدات تتعلم فيها ولا بتبيش تقول سر؟ لا لا تبيش تطلع للسيل؟ ها لا لا ارجو با. طبعا المستوى الاول كان كنا نستخدمه فيه بالأبقس، عداد عداد فيه خرزات نحسبوا بها، كان بدائي زي 9 + 8 - 5 = 2، بشوي بشوي. حتى المستوى الثاني نفس الشيء. المستوى الثالث بدو فيها ارقام اكبر شويه، وكانوا كنا نديروا فيها منتل نحو منا لابقس، زي مثلا 29 + 58 + 38 + 25 - 12، حاجات زي هما. فمشيت لين هي درجات. هو ايه درجات. كيف درجات؟ ترى عرف لي. كل مستوى اصعب من اللي قبل. كل مستوى اصعب من اللي قبل. قداش مستوى هو؟ 8 مستويات. 8. ايه كل مستوى 3 اشهر. انت فاهمه مستوى ترى؟ مستوى السادس حاليا. سادس؟ ما شاء الله ما زالك زوز بس. اللي هو اللي قبل المليون هذا. كان تو مثلا 89 + 42 + 41 1927. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. ١٩٢٧ تبارك الرحمن. شفنا النتيجة. به أنا في حاجة على غفلة بنقولها لك. 89 + 42 + 9 + 10 = 6. 419. ترى نشوف النتيجة. ما عادش لحقوا ترى. 419. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. ما ناخذها يا أنت مالاي. 514 × 6 يساوي 85.6 تكريه. ترى نشوف النتيجة. يا رب يا رب. 85.6. الله 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 تبارك الرحمن تبارك الرحمن. دكتور عبد القادر الله يبارك. ما شاء الله تبارك الله. تحية طبعا أول شيء للوالدين وكل الأبطال هذيما أهلهم كيف يدعموا فيهم. فعليا هم حصلوا مدارس ممتازة، مثلا يوسف في مدرسة قوية الماكس مايند منتشرة في كل ليبيا ما شاء الله تبارك الله، وليهم شغلهم في مدارس مشابهة يشتغلوا على الحساب الذهني، كيف أن الطفل يستغنى عن استعمال الآلة الحاسبة بحيث كل العمليات اللي تقوم بها الآلة الحاسبة يقدر هو يقوم بها، هم يقولوا منتل ذهنيا يعني. علاش الحركه هذه؟ هيك هي التعليم، هيك التعليم. نقول لك كيف السر، كيف ان يغيروا الارقام الى صوره، يبدا يشوف الارقام اللي تقول فيها 512 كذا 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 يشوفهم كصوره. الصوره مربوطه بالعداد. العداد هذا كيف؟ هذه تساوي 5 وهذه 1 2 3 وهذه احاد وعشرات ومئات والوف وهذه بالفاصله وهذه كذا. فيبدا يشتغل الطفل زي ما قال لك المستوى الاول رقم رقم 5 + 9 + 4 - 2 كذا، فيبدا هو يرقي في الحبات وينزل. اللي يديروا فيه هو شنو؟ هو فعليا يرقي في الحبات وينزل في العداد اللي تعود عليه لين اصبح عنده مألوف. بعدين يقولوا له منتل معناها حول ذهني، يبدا يدير العمليه هيك احاد
بعدين يخشوا على العشرات وعلى المئات وعلى الالوف. هذا ما شاء الله تبارك الرحمن يصير في لمح البصر هيك زي هذا النتيجه، لكن هم ياخذوا في 3 شهور كل مستوى